الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، حافظ أشبال جمال بالماضي على نسق الانتصارات بعد فوز المنتخب الجزائري على ضيف منتخب زيمبابوي بثلاثة أهداف لهدف رغم الغيابات المسجلة في صفوف الخضر. عاد محارب الصحراء إلى البساط الأخضر بأهداف قريبة هي مواصلة سلسلة الانتصارات، وأخرى بعيدة هي الجري على عادة أي منتخب متوج بأن يحافظ على لقبه. التاريخ يقول إن منتخب زيمبابوي يغلف دائما مبارياته أمام الجزائر بصعوبة. لم تكن بدايته صفراء كلون قميصه، بل اقترب من التسجيل. الحارس رايس بدأ متحكما في الوضع. كانت الكرات الثابتة نقطة قوة لحامل صفة الضيوف. كاديوير لم يكن يعلم أن مبولحي أخطأ تقدير مسار الكرة. لم يستعجل المنتخب الجزائري رد الفعل، انتظر إلى غاية الدقيقة 31. سفيان فيغولي سدد الكرة، الحارس شتتها. بغداد استجمع كل تركيزه، وضعها بهدوء هدفا محاكيا معنى لقبه. بونجاح وضع بالماضي الهدف جانبا وبقي مركزا على التفاصيل. هناك في المناطق المفضلة لرياض دخل محرز في مرحلة البناء بالتمرير، قام بعملية المسح، ألغى دفاع زيمبابوي، بل وضع فيغولي أمام الهدف الثاني. سفيان كرر الفرحة من المكان الذي اختاره بغداد قبله. كان الشوط الثاني بالنسبة لزيمبابوي أشبه بمرحلة العودة. كلما وصلوا إلى المناطق الخطرة للمنتخب الجزائري، مبولحي بدأ مسيطرا على مرماه. على مستوى الهجوم الجزائري كان محرز قليل الحضور كثير الفعالية. رياض بمجهود فردي بمساعدة المدافع لم يتوقف إلا وكرته في الشباك هدفا ثالثا. بقي المنتخب الزيمبابوي مصرا على تسجيل هدف بعد أن ابتعدت العودة في النتيجة. تينو كاديوير توج مجهوده بهدف التقليص. النتيجة انتهت بثلاثية في ثالث فوز.